السلام عليكم خاوتي، أينما كنتم وحيثما وجدتم السلام عليكم بدون استثناء. نسلم عليكم خاوتي. خاوتي فقط يعني توضيح لحول إحدى المقاطع، يعني راح يجول في عدة مواقع والتواصل الاجتماعي. مفاده أن أحد المساجد تم إغلاقه وتشميعه بواسطة أو من طرف الحكومة البريطانية، إلا أن أصوات الأذان لا تزال تسمع منه عند كل صلاة، وسماه معجزة. يعني صراحة خوتي هذا كذب في كذب، ولا يجوز أن الواحد المسلم يكذب على الناس، لأن هذا الفيديو صراحة ليس صحيح. في الواقع أن هذا يعني فيديو تسجيل لأول أذان يرفع في تاريخ السويد. يعني هذا الفيديو يعني نقله تلفزيون السويدي، والناس يعني مصورين حضروا لهذا الحدث مباشرة على الهواء يعني في بلدية بوتشريكا. والمسجد اسمه فيتيا جنوب ستوكهولم، حيث يعني كان يعني أول صلاة يعني أو أول أذان يرفع لأول مرة في تاريخ السويد يوم الجمعة 26 أفريل. كان يعني صلاة الجمعة 26 أفريل السنة الماضية، يعني أول مرة في تاريخ السويد ينقل هذا الأذان، والناس اجتمعوا. وكما شفتوا السيارات يعني مش بريطانيا، واللغة ماشي إنجليزية، وهكذا. يعني توضيح فقط، يعني تكذيب لهذا الفيديو، وإن إحنا مسلمين المفروض ما نكذبوش على الناس. خوتنا هذه أمانة، وبصفتي إني عايش هنا في بريطانيا، الفيديو ليس من بريطانيا بل من السويد. يعني أول يعني أول أذان يرفع لأول مرة في تاريخ السويد من مدينة بوتشريكا، وحيث وافقت الشرطة السويدية يعني على رفع الأذان من مسجد فيتيا جنوب ستوكهولم. ولكل جمعة يعني حوالي كل جمعة يديروا الأذان هكذا. يعني صراحة حتى ما نكذبوش على الناس خوتنا، وإن شاء الله الموضوع هذا مهم وخطير كذلك، لأن ما نقدرش نكذبوا على المسلمين نقولوا باللي معجزة. صح، معجزة الله كاينة، لكن مش بطريقة اللي واحد يجيب فيديو يسميه كما حب ويدير له معجزة. خوتنا فقط بلغوا الناس اللي ما على بالهمش، وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.